بيت الميقالة. طب اسرع بقى يالا، ارجوك ما تجيش قدامي يا ابن انت بتنجلى. الشغل انا عمها من يوم انا قدها، ريحتك تنور عدم الكل ريحتك سجاها. انا جاي هنا هنا والريحه خلينا فكك من كله بقى وارقص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا جماعة؟ زي ما عودناكم كل يوم في الديش، ما تنسوش الاشتراكات واللايكات والحركات عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. امشي بيه كده يلا. أهو. لف وارجع. ست. أوكي. معانا هنا دكر جولدن زي ما انتم شايفين، الدكر الغامق النتاية الفاتحة. معانا دكر جولدن زي ما انتم شايفين، لونج هير، حاجة محترمة جدا، حجمه بسم الله ما شاء الله، متدرب طاعه كويس جدا، في شراسة محترمة. اتحرك بيه، اتحرك، نادي على الكلب ولعب معاه. ست. ها برافو، زي ما انتم شايفين اهو، عنده بالظبط سنة. ذكر ممتاز، الواناته جميلة زي ما انتم شايفين. معانا دكر جولدن عنده سنة او 8 شهور تقريبا، 8 شهور اهو زي ما انتم شايفين. امشي بيه، امشي بيه يا اسامة، امشي بيه، ايوه كده، اتحرك، امشي انت اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة يعني، ايوه كده اهو للبيع برضو. طبعا زي ما انتم شايفين الدكر، ايوه الواناته غامقه، حاجه محترمه يعني للبيع. واكل حاجه من الارض على فكره. طيب ماشي، معانا نتاية جيرمن. نتاية جيرمن ايه؟ كيسي عندها دلوقتي سنة اهي. كيسي حسب كده انت من قدامها خالص، كيسي حسب كده انت من قدامها خالص، كيسي اي اي سيبها بس واقفة زي ما هي. كيسي يا جماعة، نتاية جيرمان زي القمر اهي، اي حد عايز يتواصل تحت امركم. معانا ليكسي، نتاية جيرمان محترمة، دي اللي الارض وكاسحة وكل حاجة فيها زي الفل، عندها دلوقتي سنة وشهر، داخلة على الحيض زي ما انتوا شايفين كده، لفها كده، متدربة طاعة برضو. امشي انت، امشي، اتحرك، لف وارجع. اهو زي ما انتوا شايفين كده، لف الكلبة، خلي وشها الناحية دي بس كده، اقف. اهو
زي ما انتوا شايفين حاجة بسم الله ما شاء الله. ليكسي ست، يلا ست عاد هلا. ايوه خلاص يا عادي طيب. ليكسي هاي معانا هنا طبعا دكر ونتايا جولدن، الدكر الغامق والنتايا الفاتحه دي يا جماعه حاجه محترمه جدا اهو زي ما انتم شايفين كده حاجه بسم الله ما شاء الله اهم. طبعا معانا سامويد اهو ولولو وجريفون ولولو للبيع برضو. ايوه خليك معاهم كده اسامه، خليك ورا هناك، ورا هناك يا اسامه، اجري هناك كده نادي عليهم هناك. ايوه يلا للبيع برضو. نتايا سامويد لولو جريفون اهو يا جماعه يلا للبيع برضو. نتايا سامويد لولو جريفون اهو يا جماعه اهو. اي حد عايز اي حاجه احنا تحت امركم جميعا زي ما انتم شايفين. ست ها تعالي هنا، ست تعالي هنا، تعالي يلا خلاص تمام. واخر حاجة معانا طبعا الجراوي العسل دي، جراوي جولدن زي ما انتوا شايفين اهو اهو، في غامق وفي فواتح، في حاجات زي القمر اهو. طبعا اي حد محتاج جراوي، محتاج كلاب من اللي احنا عرضناها تحت امركم جميعا. طبعا دي الجراوي يا جماعة اهي. طبعا بقى استاذ احمد مايكل هيحط احمد مايكل هيبلغ كل الناس. طبعا هو هينزل الفيديو على القناة عنده. اي حد محتاج اي حاجه انا تحت امركم. رقم التليفون بتاعنا 011-496-429-40 للتواصل طبعا. بالنسبه برضو عندنا تدريب موجود، عندنا كل حاجه تحت امركم يعني. معاكم كابتن احمد علي في انتظار طبعا اي حد محتاج اي حاجه. عنايتكم جميعا ان شاء الله. طبعا بتكلم من بدري ورا الكاميرا، ثانية واحدة. تعالى يا أسامة لحظة، أو تعالى 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 بسرعة، مسك الموبايل كده بسرعة كده. أيوة زي ما قلت كده. أيوة أيوة الله ينور عليك. طيب طبعا لسه ظاهر لكم دلوقتي آخر حاجة. طبعا احمد مايكل حبيبي كل سنه وانت طيب. كل الناس اللي موجوده على القناه عموما كل سنه وانتم طيبين جميعا ان شاء الله باذن الله. اي حد محتاج اي كلاب من الكلاب اللي موجوده عندنا تحت امركم واسعار كويسه جدا. ورقم التليفون انا لسه قايله، واللينك بتاعنا هيكون موجود في الديسكريبشن عند احمد تمام. وبس يعني كل سنه وانتم طيبين جميعا ونشوفكم على خير. اي حد محتاج اي تدريب كي 9 دوج تريننج ادخل على اللينك بتاعنا سواء على الفيسبوك او الانستجرام، هتلاقونا موجودين ان شاء الله باذن الله. باي باي. السلام عليكم. ده ريكس. ريكس.
روح هناك. ايوه تاكس. معانا كلب هوسكي زي ما انتوا شايفين الوانه عامله ازاي، عين وعين، حاجه محترمه جدا اهو، حاجه ممتازه يعني. مشى بيه كده اسامه. ايوه لف وارجع. روكي روكي مش روي. اه ايوه تمام. هو لاعب جدا، سنه بالظبط 6 شهور دلوقتي اهو. متدرب طاعة برضو، حاجة ممتازة يعني. زي ما انتوا شايفين الكلب بيحب اللعب قوي، لاعبي جدا يعني. طبعا برضو سعره كويس جدا مش وحش، والواناته مش موجودة كتير. كلب ممتاز يعني. روكي دي نانسي، عندها بالظبط 2 سنين دلوقتي او 1.5 سنة، متجوزة ومخلفة، متجوزة وحامل دلوقتي، خلفت قبل كده. اتحرك كده بيها يلا زي ما انتوا شايفين. ايوه روح هناك، خليك في الاخر خالص، خليك ورا. ايوه كده اتحرك بيها بقى يلا. ايوه عشان تظهر الكلب بس. ايوه كده لف لي وش الكلبه الناحيه دي. تعالي يا نانسي اهو. دي نانسي يا جماعه، حته قمر اهي زي ما انتوا شايفين. نانسي نانسي جود جود يا نانسي. معانا كلب هاسكي روك، حاجة محترمة جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا حركوا كده يلا اهو، متدرب طاعة كويس جدا. اتحرك بيه اتحرك بيه.